السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة من العاصمة العراقية بغداد، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. أضاف مقتل عدي وقصي نجلي الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمس على يد القوات الأمريكية في الموصل صورة جديدة للمشهد العراقي الحاضر، ليغلق فصلا من فصوله، وكذلك للشهادة التي أدلى بها الأستاذ صلاح عمر العلي عضو مجلس قيادة الثورة وعضو القيادة القطرية الأسبق في حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق خلال الأسابيع التسعة الماضية. فقد كشف سقوط النظام العراقي حجم الفظائع والجرائم التي ارتكبت بحق هذا الشعب طوال سنوات حكم البعث، حيث تحولت العراق وفق آراء كثير من المراقبين إلى مقبرة جماعية للأحياء والأموات على حد سواء. وفي هذه الحلقة نتابع ردود الفعل الهائلة التي وصلتنا حول شهادة الأستاذ صلاح عمر العلي على العصر. ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام الهواتف والفاكس التي ستظهر تباعا على الشاشة، أو الكتابة إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljazeera.net. أستاذ صلاح، مرحبا بك. مرحبا بك. ربما تكون شهادتك على العصر من الشهادات التي جاءت عليها ردود فعل كثيرة وواسعة، حتى أن حجم ما صفيته من الأسئلة التي وصلتني عبر الإنترنت وعبر الفاكس يزيد عن 500 سؤال تقريبا، علاوة على كثير من المشاهدين الذين اتصلوا وتحدثوا معي أو الذين تحدثوا معي في شوارع بغداد ومدن العراق المختلفة، حيث جبت العراق خلال الأيام الخمسة الماضية من شرقه إلى غربه، وعدت لتوي من محافظة ديالي قبيل البرنامج. وأشكر بهذه المناسبة أهل المقددية الذين أكرموني بحفاوتهم كسائر أهل العراق، وكذلك أهل المدن الأخرى الفلوجة والرمادي وغيرها. أسئلة كثيرة جاءتني، لكن قبل أن أبدأ في تناول آراء المشاهدين، ما هو تقييمك أنت لشهادتك على العصر كمشاهد رأيتها مثل الناس؟ والله أنا بالحقيقة أشعر أنه ليس من واجبي أن أقيم ما قدمته من معلومات، بل أترك تقييم هذه المعلومات للمشاهد الكريم. أنا كل ما أستطيع أن أتحدث به في هذه المناسبة هو أنني حاولت التمسك بالحقيقة كما رأيتها، وأنا أعلم علم اليقين بأنني سأجلب سخط وغضب عدد كبير جدا من الأصدقاء قبل الأعداء. لماذا؟ لأن الحقيقة كما هو معروف عبر التاريخ مسألة ثقيلة على أسماع الناس، ووطأها صعب جدا في قبولها وعدم قبولها. هل هناك معلومات تريد تصويبها بشكل خاص، أم أنك تقر بأن كل ما ذكرته هو الحقيقة التي تؤمن بها إلى هذه اللحظة؟ أنا أؤكد لك بشكل قاطع أن ما قلته هو الحقيقة التي رأيتها بعيني، وليس لدي الآن أي يعني فكرة أو رأي في تعديل أو تبديل، لكن ربما تكون هناك بعض وجهات النظر أو الآراء أو التقويمات لبعض المعلومات التي أدلت بها، لأنك كما تعلم اعتمدت على الذاكرة، والذاكرة كما تعلم تتآكل مع الزمن، فلا أملك وثائق ولا أملك أرقام ولا أملك تواريخ. ومن واجب ومن حق الإخوة المشاهدين أن يصوبوا، أن يسألوا، أن يناقشوا، ومن واجبي أيضا أن أعلق أو أجاب على الأسئلة. لا أكتمك، حجم التعاطف معك في الرسائل التي جاءتني من المشاهدين قليل للغاية، وكما توقعت أنت. لن أطيل وسأبدأ مباشرة. محمد البغدادي أرسل إلي رسالة مطولة عبر الإنترنت تحدث فيها عن أشياء كثيرة، لكني بعد قراءتها سأذكر أهم ما فيها. تعرضت لمن قتلوا في الفترة من 68 إلى 70،
وقلت أن معظمهم كانوا من الجواسيس. يقول: هل كان العقيد الدركزلي جاسوسا أم أعدم لكراهية البكر له؟ أنا بحقيقة الأمر لا أستطيع أن يعني أتناول الحوادث بشكلها التفصيلي والفردي وأقيم شخصا بعد آخر، خصوصا أن تلك الحادثة حصلت قبل ما يقرب من 35 عام. لكن أستطيع التأكيد بأن ما قدمته كما ذكرت آنفا هو ما أؤمن به وأعتقد به. أما كون هذا الرجل أو غيره من الآخرين جاسوسا أو غير جاسوس، فحقيقة أنا لا أملك بين يدي، لأنني لم أشترك في التحقيق ولا أملك وثائق حول هذا. لكن أنت كنت جزء من النظام آنذاك، يعني العقيد الدركزلي، رشيد مصلح أقرب الناس إلى البكر أعدم، وزير الدفاع عبد السلام عارف، اللواء الركن عبد العزيز العقيلي، هؤلاء أعدموا في هذه الفترة التي أنت كنت فيها. هل تعتقد أن هؤلاء كلهم مدانين أم أن بعضهم يمكن أن يكون بريئا؟ أنا لا أعتقد بأنهم جميعا مدانين إطلاقا أبدا، بل هناك من بينهم أشخاص شرفاء نبلاء وطنيين خدموا الوطن وخدموا الجيش وعملوا بالمؤسسات العسكرية بشرف ونبل، وعلى رأس هؤلاء هو المرحوم العقيلي المعروف بوطنيته وبإخلاصه وبكفاءته العالية جدا، ومشهود له في ليس في الجيش العراقي فقط، إنما مشهود له في المؤسسات العسكرية العربية والأجنبية. ما هو دور ناصر الحاني المتزوج من أمريكية وأول وزير خارجية بعد تموز في التسلل إلى الحكم، ومن قتله لإخفاء أسرار 17 تموز 68؟ عندما قتل المرحوم الحاني أنا كنت في سفرة طويلة إلى البرازيل، وعندما استحضار ميشيل عفو، نعم، وبعد أن عدت إلى بغداد سمعت بحادث قتله، ورويت لي بأنها حادثة فردية وليس لها مغزى. ما هي معلوماتك عن هذه الحادثة؟ لا أعرف ذلك. رويت لك؟ نعم. ما الذي روي لك؟ روي لي بأنها حادثة، يعني حادث مجرد حادثة عادية. يقولون أن ناصر الحاني هو الذي كان على علاقة بالمخابرات المركزية الأمريكية حينما كان في بيروت، وهو الذي دبر صلة هذه المخابرات بحزب البعث، وكان الصلة المباشرة بين CIA وحزب البعث، ولذلك قتل حتى يتم إغلاق هذا الملف. والله أستاذ أحمد أنا بالحقيقة في هذا المقام ليس من واجبي أن أدافع عن أي جهة. أنا أحاول أن أقدم ما شفته وما مارسته وما شاركت به. مسألة عن هذه الرواية الحقيقة أنا لا أستطيع أن أنفيها ولا أستطيع أن أكدها، ولكن كما هو معروف في الغرب بعد 35 عام من وقوع هذه الحادثة الموصوفة الآن كان ممكن أن تتسرب وثائق رسمية، إما من المخابرات البريطانية، من الجهات البريطانية أو الأمريكية. صلة البعث بالسرائي هناك لو سمحت كثير بس من الكتب كتبت عنه. دعني أسلط الضوء على هذه المسألة قبل أن ننتقل إلى السؤال الآخر. يعني هنا في الحقيقة لم توجد أي وثيقة رسمية أو غير رسمية صدرت من جهة مسؤولة أمريكية أو بريطانية تؤكد هذا الشيء. أما ما يقال بالإعلام فهو شيء كثير، اتهمت زعامات وقيادات وأحزاب كثيرة في العالم، فكل تلك الاتهامات كانت حقيقية وواقعية. هذا سؤال كبير. CIA لا يكشف كل أوراقه ولا يتحدث عن كل عملائه، وإلا لما كسب عملاء جدد في الأصل. لو أن كل عميل الآن للCIA أدرك أنه سيفضح بعد مدة لما أصبح عميلا. الذي لا يكشف قضية العملاء، ولكن الذي يكشف أسرار أخرى تتعلق بالعلاقات بين الدول. أما قضية أن هذا عمله لن يكسب CIA أي لا عميل. لا يا سيدي، هذا غير دقيق وغير صحيح. لا صحيح يا سيدي، كثيرا ما تحدثوا عن عملاء كبار لهم ليس في مراحل كل كثيرة. العملاء ليس كله صحيح، ولكن الآن وليس من مصلحتهم الآن أن يتحدثوا عن حزب هم صنعوه والآن هم دمروه. لا لا لا، لكي يقولوا أنه عميل. لن أسمح لك ولا لغيرك أن يتحدث بهذه اللغة إطلاقا. الحزب لم يشك من قبل المخابرات الأمريكية ولا من أي مخابرات. ليس الجديد. لديك أي معلومات؟ هل لديك معلومات؟ هل لديك معلومات كاملة عن كل شيء يتعلق بالحزب؟ لا أنا ليس لدي معلومات. أنا أسألك الآن تقول ليس لدي. ليس لا لدي. لا هذا غير صحيح. نشأة الحزب هل الأشخاص الذين الأشخاص الذين شكوا الحزب هم قوميون وهم عرب وهم أصلاء وهم مخلصين لأمتهم. أما فيما بعد ما الذي حصل هذا أمر آخر،
ليس من حق إنسان. هل كل إنسان قومي عربي يعني خلاص من فيش عملاء عرب يعني؟ ليس من حقك ولا من حق أي إنسان أن يطعن. مش حقي أنا سيدي، لا هذا موجود في مصادر عديدة كثيرة وأنت تعلم ذلك جيدا. قدم لي وثيقة، قدم لي أي وثيقة رسمية. أنا لا أقدم وثائق رسمية، لأن من إمتى العملاء بيطلع بهم وثائق رسمية؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ كيف يتسنى لك أن توجه مثل هذا الاتهام وأنت مذيع؟ أنا سيدي أسألك، لا تقول لي أنت مذيع، أنا مش جايب كلام من عندك. لا، هذا كلام الناس ذكرينه في مصادر مختلفة. اخرج كلامك اللي قوله عن الناس، وين هذا الكلام؟ لا يوجد أي شيء ذكر حول هذا الموضوع. لم يذكره حنا بطاطو في الجزء الثالث من كتابه. هتقول لي حنا بطاطو؟ حنا بطاطو لم يذكره، ووثائق العراق كلها فتحت أمام حنا بطاطو. أنا لن أدخل بهذه التفاصيل. كيف هذه التفاصيل؟ لو سمحت. ألا تعلم أن حنا بطاطو حينما جاء وعمل مستشارا لأحمد حسن البكر فتحت أمامه كل وثائق العراق وكتب منها كتابه؟ لا، لم يعمل مستشارا. عمل مستشارا في العام 74. لم يعمل مستشارا. كنت أنت في السلطة في العام 74؟ لا، أنا لم أكن في السلطة. كنت في السلطة، كنت تمثل العراق في الخارج. أنا كنت خارج السلطة. كنت خارج العراق ولكن كنت تمثل النظام. السلطة شيء والموظف شيء آخر. أي أنا موظف؟ كنت موظف في جهاز. كل السفراء الذين يمثلون العراق كانوا بيبيعوا بطاطا برا ولا ممثلين للنظام؟ لا، أنا كنت موظفا ولست في السلطة. السلطة هي سلطة سياسية صاحبة القرار السياسي، هذا يجب أن يفهم. والسفراء اللي برا بيشتغلوا إيه؟ السفراء موظفون. موظفون بيمثلوا لا. النظام. لا، نعم يمثلون النظام ويمثلون الدولة العراقية. يمثلون الدولة العراقية وليس النظام فقط. هل كنت مسؤول عن كلية الشرطة في العام 69؟ لم أكن كذلك أبدا، ولم أكن يوما مسؤولا عن أي جهة عسكرية إطلاقا، لا الشرطة ولا الجيش. الدكتور مؤيد حديدي التكريتي مقيم في عمان وأرسل أرقام تليفونه، يقول أن صلاح عمر العلي قام بفصلي من كلية الشرطة، وإن والده ذهب إلى حردان التحريري بحكم الصداقة والمودة، أخبره ماذا حل لابنيه فأجابه: نحن نعرف أن صلاح عمر العلي هو الذي فصل والديه من الشرطة. هل لديك علم بهذا الموضوع؟ هذا أصلا خبر غير، يعني ليس له أي أساس. لم أكن مسؤولا يوما عن جهاز الشرطة إطلاقا أبدا. في العام 68 كنت أنت عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث. عام تشرين الثاني نوفمبر عام 68 كنت عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث؟ لا، لم أكن عضوا في القيادة القطرية أنا ذاك. متى التحقت بالقيادة القطرية لحزب البعث؟ التحقت بالقيادة القطرية عام 65. لا، في العام 68 أسألك أنا. عام 68 نعم. أيوة. نعم. كنت عضوا في القيادة القطرية. نعم. حصل إضراب لعمال شركة الزيوت في العراق؟ نعم. طيب، نعم. بعد الفاصل نواصل هذا السؤال. نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بلا حدود من العاصمة العراقية بغداد، مع الأستاذ صلاح عمر العلي عضو مجلس قيادة الثورة وعضو القيادة القطرية الأسبق في حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، لنتابع ردود الفعل حول شهادته على العصر التي أدلى بها طوال الأسابيع التسعة الماضية. تعرضت في حلقاتك إلى وزير الدفاع الأسبق إبراهيم الداود ودوره في انقلاب العام 68، وهو معنا الآن عبر الهاتف. سعادة الوزير إبراهيم الداود وزير الدفاع العراقي الأسبق، ما رأيك فيما ذكره الأستاذ صلاح عمر العلي حول في شهادته على العصر، حول دورك في انقلاب 14 تموز ثم إبعادك في انقلاب 30 تموز؟ ألو ألو، تفضل يا سيدي. نعم، سمعت سؤالي؟ نعم، تفضل بالإجابة. طيب، في 17 تموز 1968، نعم، الجيش العراقي ممثلا بالحرس الجمهوري قام بثورة 17 تموز 1968. أستاذ إبراهيم، لو تخفض صوت التلفزيون، خفض صوت التلفزيون عندك حتى لا يسبب صدى للصوت، تفضل. نعم، وما كان أي دور لا من بعيد ولا من قريب إلى حزب البعث، وكل اللي لما أجوا تلفوا مع ضباط من الحرس الجمهوري هم أحمد حسن البكر وحردان التكريتي وصالح مهدي عماش، بحجة أنهم كانوا مهددين من الشيوعيين
ومن القوميين العرب لو نجحوا في ثوراتهم الفاشلة، وإحنا نشترك وياهم بهذه الأساس. وعليه أن بواسطة أصدقاء آخرين جرى اتصال بيننا على أن إحنا نحميهم بالسلطة وهم يتجسسون لنا في الشارع. والبرهان على ذلك أخبرني الأخ عبد الرزاق رحمه الله أن كانت اضطرابات في كلية الزراعة، وطلب من أحمد الحسن البكر أن ينهي هذه الاضطرابات، وكانوا يرفعون تقارير سرية أحمد حسن البكر ذاته وحردان التكريتي وصالح معدي عماش إلى عبد الرزاق النايف معاون مدير الاستخبارات. في نقطة مهمة في شهادتك، أن الأستاذ صلاح قال، الأستاذ صلاح قال أنك أقسمت على المصحف ورغم ذلك ذهبت فأبلغت عبد الرحمن النايف. أقسم بالله العظيم لن أقسم لا على مصحف ولا أي شيء كان. والذي أقسم على المصحف أحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش وحردان التكريتي بسبب خلاف. هل تعتقد أن بينهم؟ قلت لهم أنتم، هل تعتقد أن ثورة 68 وبالحرف الواحد قلت لهم أنا وأنتم على خطين متوازيين لن نلتقي مهما امتدوا. لا تلتقوا مهما امتدوا، لماذا دعمتهم في القيام بالثورة في العام في 14 تموز 17؟ اسمح لي أكمل يا أخي. نعم. وبعد ذلك قالوا احنا اخطأنا في مال البعثيين بال 63 والحرس القومي وأساءنا الى الشعب العراقي، والان احنا بريئين من حزب البعث وريد ان نخدم الشعب بدون اي شيء كان. وطلبت منهم هل تقسمون على ذلك؟ وقالوا نعم، واقسموا على ذلك قسم غليظ وانا لن اقسم لهم. هل كنت تعتقد أنت وعبد الرزاق النايف؟ نعم. هل كنت تعتقد أنت وعبد الرزاق النايف أنه سيتم يعني الانقلاب عليكم وخداعكم وإنهاء وجودكم من السلطة، أم فوجئتم بذلك؟ أبدا، احنا لا كنا نعرف ذلك. نعم، لأنه نعرف أنهم ليس لهم عهد، لكن الكلام المعسول. وكان الوسيط لذلك سعيد صليبي. طيب اسمع تعليق الأستاذ صلاح على هذا، أشكرك وأسمع تعليق الأستاذ صلاح. تفضل يا أستاذ صلاح. مع احترامي الشديد للسيد إبراهيم داود وتقديري الكبير له، وأنا سبق أن التقيت به في الرياض عام 92 وتحدثنا كثيرا، وحقيقة أنا يعني أعيد مرة أخرى التأكيد على أن هذا الرجل فعلا عربي الاتجاه، مسلم وشجاع وأمين ومخلص على يعني لحد كبير. لكن حقيقة أنا أيضا لم أكرر من جديد، أنا لم أعمل في الحق العسكري ولم أكن يوما مسؤولا عن عمل عسكري ولم أتصل فيه. لكنك قلت أنه نعم ولم أتصل بشخصية عسكرية، لكن كعضو في القيادة القطرية للحزب آنذاك كان تنقل لنا التقارير من كل أعضاء القيادة حول مسؤولياتهم وأعمالهم واتصالاتهم، وخصوصا فيما يتعلق بالتحضير للثورة. فما روي لنا في القيادة القطرية هو ما قلته سابقا في الحلقات السابقة. أنا أيضا أعيد من جديد، أنا لا أستطيع أن أكد ولا أنفي، لكن أيضا هناك حادثة ربما يذكرها السيد داود. تسمح لي أسمع منك تفاصيل الحادثة بعد موجز قصير للأنباء. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد موجز قصير للأنباء من استديوهاتنا في الدوحة لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ صلاح عمر العلي، عضو مجلس قيادة الثورة وعضو القيادة القطرية الأسبق في حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، حول شهادته على العصر. فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود من العاصمة العراقية بغداد مع الأستاذ صلاح عمر العلي، عضو مجلس قيادة الثورة وعضو القيادة القطرية الأسبق في حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق،
حيث نتناول ردود الفعل حول شهادته على العصر. قبل أن تذكر لي القصة التي تريد أن تذكرها ردا على ما ذكره وزير الدفاع الأسبق إبراهيم الداود هناك، سألتني عما يتعلق بعلاقة حزب البعث بالCIA. حن بطاط نقل ما ذكره عن الملك حسين، والملك حسين ذكر هذا إلى صحيفة الأهرام في أحد أعدادها في العام 1963. رفيقكم الدليل الثاني هو رفيقكم علي صالح السعدي. حتى لا أدخل في جدل، فقط أنا أدلل. تسألتني عن دليل، عصرت ذهني وأوراقي وأخرجت الدليل. ما ذكره رفيقكم علي صالح السعدي أكثر من مرة من أننا جئنا بقطار أمريكي لحكم العراق، فقط حتى أغلق هذا الملف. تفضل. من حقي أيضا أن أعيد من جديد على مسامع المشاهدين الكرام أن علي صالح السعدي أولا إذا صحت هذه المقولة، فهذه المقولة قالها بعد أن شق على الحزب وبعد أن شكل انشق كله بالشق. بقول الحقيقة يا أستاذ أحمد، أنت تسأل دعني أجيب حتى بقول لك بعد الانشقاق واضح بالنسبة للمشاهدين. تفضل. علي صالح السعدي شكل حزبا ماركسيا، وفي وطأة شعوره بالجرم وبالإثم الكبير جراء المجازر الكبيرة اللي ولماذا ليس في وطأة صحيان ضمير واستقاصة؟ لو سمحت يا سيدي خليني أحكي. تفضل. علي صالح السعدي كان هو مسؤول الحزب، وبالضرورة سيكون هو المسؤول الأكبر في الحزب عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشيوعيين آنذاك. الأمر الذي دعاه بعد أن سقطت تجربة الحزب أن ينشق على الحزب لتبرئة نفسه ويشكل حركة ماركسية، وبدأ يغازل الشيوعيين في العراق، وهذه معروفة لجميع من المهتمين بالعمل السياسي. فإذا قال هذا الكلام قاله في ظل هذه الظروف ومن باب يعني راحة الضمير. نعم بالضبط بالضبط، أنه بيريح ضميره وبيعلن حقيقة. نعم. القطار أن الحزب له القطار الأمريكي إذا كان حزب البعث قادما فيه، من الذي أسقط حزب البعث بعد 10 أشهر إذا كان هذا الحزب؟ ما هي المخابرات معروفة على مستوى العالم CIA تستخدمهم ثم ترميهم في الوقت الذي ترى حزب البعث تمكن أن يسقط نظاما قويا يترأسه زعيم مهم اسمه الزعيم عبد الكريم قاسم، ومدعوم من قبل الحزب الشيوعي الذي يملك قاعدة شعبية كبيرة آنذاك، وكذلك تلتف حوله قاعدة شعبية كبيرة. هذا الحزب الذي يتمكن من الإطاحة بهذا الزعيم وبتجربة الزعيم ومن خلفه الشيوعيين ويتمكن من استلام السلطة، كيف يسقط بعد عشر ومدعوم من قبل المخابرات الأمريكية؟ كيف يسقط بعد 10 أشهر؟ من الذي أسقط هذا الحزب بعد 10 أشهر؟ هذا السؤال يجب أن يترك للمشاهدين. فقط أنت طلبت الدليل وأنا جبت لك دليلين. وثق كلامي. وثقت كلامي حتى أكون أنا كذلك أوثق كلامي أيضا. قل ما شئت ولكن أنا وثقت كلامي بشاهد وبمصدر. تعرف شخص اسمه عبد جاسم السعدي؟ والله ربما سامع باسم. هذا يقول نعم. أنك ذكرت أنك لم تستخدم العنف ضد أي مواطن أبدا عراق. لم أستخدم العنف. يقول أنا العامل أحد المسؤولين في لجنة قيادة إضراب نوفمبر عام 68 في شركة الزيوت. نعم. أشهد للتاريخ شهادة صادقة وأتحمل مسؤوليتها الكاملة بأنك صلاح عمر العلي كنت المسؤول الأول عن معالجة الإضراب والهجوم عليه، وقد أوعزت كما رأينا إلى رجال الأمن والشرطة والجيش بالإضافة إلى البعثيين المسلحين والمنتمين إلى قائمة السلطة العمانية بالهجوم على إضراب سلمي وقانوني حسب نصوص قانون العمل، وكان يرافقك في إدارة المعركة مع العمال المضربين آمر معسكر الرشيد فهد جواد. صحيح؟ صحيح. لقد حاولنا التفاهم معك لحل مشكلة الإضراب حسب القانون، صحيح؟ لكنك وكنت مدعوما بجيش جرار من الجنود والانضباط العسكري والأمن والبعثين المسلحين والأسلحة الثقيلة التي شملت دبابات وكانت إحداها تقف أمام المصنع. يعني بدلا من حكى قصة طويلة عريضة وصل فيها الأمر إلى عملية تلفيق تهمة قتل العامل جبار لفتة له لهذا عبد جاسم السعدي، وهذا العامل سقط مدرجا بدمائه أمامه وجرح عمال كثيرون، وبعد ذلك بإشرافك الشخصي اعتقل العشرات من العمال المضربين ومن بينهم هو، وصدر عليه حكم وهو يطلب منك، أتمنى على السيد صلاح عمر العلي
وقد انهار النظام القاتل والقمع البعثي أن يقدم شهادة صادقة للتاريخ ويتحمل مسئلته فيها ويقدم اعتذارا للضحايا الذين سقطوا بين قتلى وجرحى ومفصولين من العمل ومحرومين من لقمة العيش في هذه الحادثة. أنا أروي لك وجهة نظري في هذه الحادثة. أنا كنت مسؤول عن تنظيم العمال. لا أنا مش عايز وجهة نظرك وقصة. الكلام اللي الشخص قاله ده صح؟ إذا سمحت لي كيف صح؟ خلينا أروي لك وجهة نظري بالموضوع. طيب تفضل. كيف تحكمني بالحكم هذا؟ لا أنا بقول لك أبلغنا بوجود إضراب. أنا بقول لك هو قال صح ولا غلط. قل لي غلط أو صح أبلغنا وبعدين نحكي الرواية. الحادثة واقعة صحيحة لكن تفاصيلها خلينا صحك إياها. أبلغنا بوجود إضراب في معامل الزيوت. نعم. وراح اتجهنا أنا والمرحوم عبد الخالق السمرائي. هو يمكن يكون ما يعرف أو ما يتذكر هذا الأمر. أنا باعتبار بصفتي مسؤول عن مكتب العمال. عندما وصلنا إلى مقر العمل وجدنا عدد من العمال يرتقون أسطح المعمل ومجرد وصولنا قرب المعمل وكان طبعا بصفحتنا مرافقين رمينا برصاص رأسا وبدون أن يعني نعمل رصاص من العمال؟ نعم نعم العمال كانوا مسلحين؟ نعم نعم فقام عدد من مرافقين بالرد عليهم وحصل فعلا اشتباك وقتل شخص وجرح أكثر من شخص. هذه صحيحة، هذه واقعة صحيحة، لكن كيف تروى؟ من حق الأخ أو السيد عبد الجاسم أن يروي وجهة نظره، لكن حقيقة الأمر حدث كما رويت لك هذا الحادث. أنتم رفضتم التفاهم معهم فأطلقوا الرصاص؟ أبداً لم يكن هذا الشيء حاصل إطلاقاً. أطلقوا الرصاص عليكم بدون وغير واقع، لأن ليس هناك ما يدعو لعدم التفاهم وعدم حل المشكلة إطلاقاً. كيف نرفض حل مشكلة ونحن مسؤولين عن دولة؟ كيف؟ لا يمكن هذا. عادة هذه الأنظمة المستبدة والقمعية لا هذا غير صحيح. أنها لا تتفاهم مع أحد وإنما تستخدم القوة بشكل أساسي، وأنتم استخدمتم القوة على مدار 35 عاما ضد هذا الشعب. سيدي أنا غير مسؤول عما حصل. أنا مسؤول. أنت الآن مسؤول. أنا مسؤول عن واقع. أنا أروي لك الواقع كما حدثت. من حق السيد عبد الجاسم أن يرويها من وجهة نظره، لكن ما حصل هو اللي ذكرت لك إياه ليس غير. يقول أنه بقي في السجن مدة عام كامل مهدد بالإعدام بينما فصل العمال الآخرون. يعني أنت الآن بتقول أنكم رديتوا على إطلاق الرصاص؟ قضى السجن مدة عام وكان مهدد بالإعدام. هذا الكلام كيف يعني؟ طبعا لأن كان مهدد بتهمة قتل العامل. هو كان متهما بقتل العامل الذي ثبت أنكم أنتم الذين قتلتموه. أو السيد عبد الجاسم الآن اسمع كلامي، خلي علق فيما إذا كنت أنا أجرى التحقيق. رقم تليفون عبد جاسم موجود، آمل أن تكون هناك صورة من الشخص. خلي أوكي فضل. من حق السيد عبد جاسم الآن أن يعلق. إذا أنا حققت معه أو شفته بسجن أو بمعتقل أو حكيت معه أو ضربته أو حققت وياه، خلي تفضل أخ عبد جاسم. أتمنى من الزملاء في الدوحة أن يكون لديهم صورة من هذا الفاكس يتصلوا عليه، رقم تليفونه موجود. في يناير 69 خليني أخذ مشاهد لأنه مشاهدين كثيرين على الهاتف. وداد العزاوي من الدوحة معنا. وداد العزاوي من الدوحة في مشاهد آخر من هولندا. نعم نعم. من معي من هولندا؟ محمد حسين مصطفى. تفضل يا أخي محمد. مساء الخير. صباح الخير. ما أعرف شو سجلت في الحلقة. تفضل بسؤالك من غير صباح ومساء. تفضل. التحيات للأستاذ صلاح مرمر العلي. أحب بس أذكر في واحد الآن الشيخ إبراهيم داود. أرجو أن تخفض صوت التلفزيون عندك يا أخي. أخ محمد حسين. نعم أنا لحظة. خفض صوت التلفزيون وتفضل. حاضر أستاذ. تفضل يا سيدي. أي نعم. الأستاذ إبراهيم الداود ذكر بأنه أي علاقة لحزب البعث بثورة 17 تموز ما كانت موجودة. أنا شخص كنت من التنظيم ومن المبلغين بالثورة وكان مقري في الإذاعة، وأحب بهالوقت أصلح أيضا معلومة للأستاذ صلاح عمر العلي بأن ساعة الصفر كانت ساعة 2 وليس ساعة 3، وكان اجتماعنا في مقهى الفنانين قرب الإذاعة أنا والأخ. هل تعرفه؟ المرحوم طارق السامرائي
والأستاذ الرمضاني، وإحنا كنا ساعه بالسنتين التجمع مالنا، واحنا كنا من ضمن الناس المكل نحمل الرتب مالتنا ونلبس ملابس مدنيه والرتب مالتنا باكياس ضمن الالات الموسيقيه اللي حامليها احنا ولا نعرف شنو هي. وبالضبط الساعه بالثلاثة وثلث دخلنا الاذاعه، وكان الاخ الملازم الاول احمد السامرائي موجود ايضا هناك. فكيف ما إلى علاقة حزب البعث وكافة التنظيمات هي مبلغة، وأنا على إيدي بلغت عدة جماعات موجودين في واجبات أخرى. ماذا كانت وظيفتك يا أخ محمد في ذلك الوقت؟ أنا كنت ضابط مفصول من الكلية العسكرية من الدورة. رتبتك كانت إيه؟ نعم شون؟ ماذا كانت رتبتك؟ ملازم. كنت برتبة ملازم. أشكرك. نعم. شكرا جزيلا. هو أضاف شيء لك تعليق على ما ذكره؟ لا في الحقيقة أنا يعني ما أتيحت لي فرصة أنا أعقب على ما ذكره الأخ إبراهيم الداود. يعني الأخ إبراهيم الداود يعني يذكر جيدا أو لا يذكر ما أعرف الحقيقة، إحنا في ليلتها أبلغنا فاقنا بالمئات ووزعناهم على زمر وكلفناهم بمهمات، منهم من كلفوا بحراسة الجسور، محطات الكهرباء، محطات التلفون، والمشاركة في عدد كبير من الفعاليات، فيهم من التحق مع التنظيم العسكري، فيهم من رافقونا في احتلال قصر الجمهوري، في الإذاعة. فطبيعة الحال أن ينفي الأخ إبراهيم الداود هذا النفي القاطع يعني حقيقة نفي لا يلامس الواقع وليس له علاقة بالحقيقة. يعني أنا كنت أتمنى على الأخ إبراهيم الداود أن يكون شجاعا وجريئا كما هو معهود به بقول الحقيقة. كيف لم يكن علاقة الحزب بعث في هذا الموضوع؟ كل تنظيماتنا المدنية كانت منذرة وكانت مهيئة وكانت مبلغة، وأخرجنا أسلحتنا من الأوكار ولبسنا بعضهم الملابس العسكرية وكلف مهمات عديدة. كيف لم يكن الحزب بعث؟ الشيء الآخر اللي أود أذكره في هذا الصدد أنه الدور البارز حقيقةً في ليلة 17 تموز كان للمرحوم سعدو غيدان وليس للسيد إبراهيم الداود. احنا تناولنا ذلك ولا أريد أن أرجع له حتى أبقى في إطار الآن. يكفي هذا على إبراهيم الداود، احنا ادينا له فرصة بسيطة ويكفي هذا الرد عليه. محمد حسين يقول في رسالة على الإنترنت: عندما كنت في الجامعة في بغداد عام 68 كان خوفنا من صلاة عمر العلي لم يكن أقل من خوفنا من صدام حسين. ويقول في يناير 69 حصلت موجتين من الإعدامات في العراق، اتهموا المعدومين بالتجسس لصالح إسرائيل وإيران والسي اي. كان رئيس المحكمة عبد الهادي وتوت وهو عسكري من الحلة، وكانت المحكمة مهزلة، وكانت محكمة المهدوي بعد الانقلاب على الحكم الملكي قمة العدالة بالمقارنة بهذه المحكمة. بيحكي حاجة أنا سألتك فيها قبل كده، وهو الخطاب الذي ألقيته في الساحة قبيل الإعدام، ويقول أنك كنت وزيرا للإرشاد وكنت تعد بالإعدامات، فما بالك إذا أصبحت وزيرا للدفاع؟ أنت قلت أنك لم تكن أو لم ترتكب حقا بشيء بحق الناس، وهو يذكر هؤلاء الناس الذين أعدموا، لكنه يذكر شيء بشع هو شاهده. يقول: كانت تضرب الجثث بالأحذية وترمى عليها الصخور بتشجيع من البعثيين، بعدها أن تقمت وخاطبت الغوغاء كما يقول بكل هذا الحماس، هذا ما يلقي بمسؤولية عليك أيضا من شاهد عين في ذلك الوقت؟ أنا لا أملك تعليق آخر، أنا ذكرت الواقعة وعلقت عليها ووضحت وجهة نظري، وأحب أؤكد فقط أنه لم يكن لي أي دور في هذه الحادثة، لا في التحقيق ولا في الإعدام ولا في أي عملية لها علاقة بهذا يعني الموضوع. يا أستاذ صلاح، أنا أطلب من عندي، خلي أخي أنت تسأل، خليني أكفي الموضوع. كل ما في الأمر طلب من عندي من قبل رئيس الجمهورية أن ألقي خطاب للأسباب المذكورة في الحلقات السابقة. أكثر من هذا أنا لا أملك شيء. خطاب إزاي والخطاب كله هو تحريض على إعدام الناس؟ نعم. يا شعب العراق العظيم، لن يقبل بعد اليوم خونة في صفوف الأمة، كذا المئات سوف نعدمهم يا شعب. هذه هي البداية. لا فقط. أحمد، هذا الكلام يعني هذا لا يجعلك شريك؟ أنا غير شريك، أنا شخص، أنا مسؤول مسؤولية عامة، أنا عضو في القيادة، ولكن كشخص أنا اسمي صلاح علي
خلي من بين هذه 500 سؤال عندك، خلي تفضل احد المشاهدين الان او من ضمن الاسئله. انا بسالك الان، خلي يبين فيما اذا انا يوم الايام ضارب واحد كف. انا بقول لك الان، هو هذا الرجل بتاع شركه الزيوت، وهذا انت الان القيت خطاب لاعدام الناس وبتقول انا مش شريك. امال مين الشريك؟ الشريك من مثل، هو الشريك بس اللي ذبح؟ الشريك كل من يساهم في عمليه الاعدام، وانت ساهمت بالخطاب الرئيسي الذي القي من الاذاعه. وأعدم الناس بعد هذا الخطاب الذي، لا مو بعد هذا الخطاب، قبله. لا لا، قبل هذا الخطاب، قبل هذا الخطاب، وقلت أنت أن هذه هي البداية. المهم أنك ألقيت الخطاب والناس متعلقة على المشاعر. كانوا معدومين، كانوا معدومين. نعم، والخطاب كان تحريض على الإعدام. نعم، كان تحريض، كان تحريض على الإعدام. ألم يكن نص الخطاب هكذا وأنت اعترفت به من قبل؟ ولا أريد أن أكرره. أستاذ أحمد، لا يجب أن تفهم أن هناك مرحلة كانت لها شروط ولها ظروف، وكان هناك واقع موجود آنذاك. كان نعم هناك تآمر شاركت أنت فيه. دعني أقول لك، كان هناك تآمر على البلد، وأكبر دليل على هذا السيد عبد الغني الراوي في مقالة عبد الغني الراوي قصة في جريدة الحياة. نعم، هذه عبد الغني الراوي قصة. من يا سيدي، هذا واحد اعترف من بين مليون عملية. هذا واحد، هذا واحد، هذه أكبر مؤامرة شاهدها البعثيين آنذاك. أكبر مؤامرة وأخطر مؤامرة كانت عبد الغني الراوي أعلن أنه هو دبر وأعلن هذا في صحيفة الحياة. نعم، وأنت ذكرت مع هذا مع أنك اطلعت مع من دبر؟ أنك مع إيران. بعد مع إيران، مع من أيضا؟ أيضا من الطرف الآخر. هو دبرها مع شياطين الجن والإنس. لا، دبرها مع الولايات. أنا الآن بكلمك عن مئة حادثة أخرى يا مع سي آي اي دبرها أيضا. بكلمك عن حوادث أخرى. أنا بكلمك، أنا ما بكلمش عن غنم عبد الغني الراوي، اعترف وقصته انتهت. لا لا، أنا بكلمك، هذه لها علاقة مباشرة بسؤال. ما لهاش علاقة مباشرة، دي قصة أخرى. أنتوا أعدمتوا مئات الناس في مئات المحاكمات. أستاذ أحمد، أرجوك. تعرف الدكتورة، تعرف الدكتورة فاطمة الخرسان؟ الحقيقة سامع الاسم بس ما أعرف. طبعا، لأن عشرات من الناس أعدموا، ويعني هذه أيضا أعدمت في محاكمة من كان رئيسها طه الجزراوي مع 68 مواطن عراقي، وكانت المحكمة مؤلفة من طه الجزراوي وعزة الدوري وغيرهم، وتم إعدام هؤلاء في 30/7 سنة 68. نعم. تكلمت عن جلال السيد. نعم. على أنه أحد مؤسسي حزب البعث. نعم. وأنا قلت لك أن جلال السيد اختفى بعد ذلك ولم يعد له علاقة أو دور في الحزب. صحيح. حفيد جلال السيد أرسل لي رسالة وأرسل هواتفه واتصلنا عليه وتكلمنا معه، ولكن الرجل ظروف أمنية تتعلق بالمكان الذي يقيم فيه قال أرجو عدم ذكر اسمي، لكن عندي كل أشياء وتكلمنا معه. يقول يكرر المناهضون لفكر البعث القول بأن أدبياتي كتبت على يد مفكر علوي وآخر مسيحي وثالث سني اللي هو جلال السيد، ويقول أن جلال السيد هو جده وأنه سمع منه وترك جلال السيد وثائق وأشياء تثبت أن الرجل ذكر في أن حزب البعث انحرف عن الأفكار والمبادئ التي دعا هو إليه، ومن ثم فإنه لم يعد له علاقة بها وتبرأ منها. أنا بس حتى لا، لأن ليس من واجبي أن أعلق على هذا الأمر. أنا تحدثت عن هذا إثبات حقيقة. أنا تحدثت عن مؤسسي حزب البعث. إحنا بس عندما قلت حقيقة للتاريخ، عندما قلت أن ميشيل عفلق هو المؤسس، قلت لك لم يكن ميشيل عفلق هو المؤسس الوحيد، هو واحد من المؤسسين، وذكرت المرحوم. هو دي ذكرت في إطار أن اللي أسسه واحد علوي واحد مسيحي، وأنت قلت لا هناك واحد سني كذا. السني هذا أعلن براءته من الحزب وترك الحزب في وقت مبكر بعدما أكد ترك الحزب لم يعلن براءة، وهذا حفيده يؤكد أنه تركه لأنه وجد الحزب انحرف عن الأشياء المبادئ التي ذكره بها معي من الدوحة. وداد العزاوي، تفضل يا وداد. هل أنت معي أم ذهبت مرة أخرى؟ أستاذ مرحبا، أستاذ صلاح العمر العلي. ألو. أهلا بك يا سيدتي، تفضلي. ألو. تفضلي يا سيدتي، تفضلي مرحبا. تفضلي نسمعك. أهلا أستاذ صلاح. عندي سؤال يقض مرجعنا منذ سنين صراحة، منذ 73، وقد توسمت فيك الصدق خلال أنك شاهد على العصر. قد 73 وقضية أبو طبر على ما أعتقد تذكرها وكل عراقي يذكرها، أشناها في رعب، كانت حادثة
أقولها كارثة نفسية اجتماعية أمنية هزت الشعب عموما شمالا وجنوبا، بحيث أصبحت كل عائلة تأخذ حراسة ليلية من أجل حماية الأفراد الباقين. صح. أصبنا بهستيريا، ثم القضية أبو طبر حتى تسميتها أعتقد كانت تسميات الإرهابية حتى يعيش الشعب العراقي بإرهاب من ضمن مسلسلات الإرهاب اللي عاشها. أول حادثة كانت تتذكرها في بيت الحمامي، كانت أمام بيتنا امرأة قطعت أوصالها في الحمام وفي الحديقة وأحدث الرعب فيها، ثم في الشرطة ثم في مكان آخر، ولا ما أعتقد تذكرها جيد، ولا أريد أن أطيل القضية على التلفاز، نعلم برنامجكم محدد، ومن خلالها كان ممنوع التجول. وبعد خطاب أحمد حسن البكر في وقته، ألو ألو نعم نسمعك يا سيدتي وصلي. أوكي العفو توقعت الخط قطع. بعد خطاب أحمد حسن البكر ثم بعد أن قامت حرب أكتوبر توقفت الجرائم واختفت، ثم يخرج علينا التلفاز بإلقاء القبض على المجرمين، والمجرمين هم ببساطة الشعب جدا جدا، كانت أعتقد أضحوكة على الشعب كانت. ما هي سؤالك بعد هذه القصة؟ سؤال من كان وراءها ولماذا وكيف خطط لها؟ شكرا لك، تفضل. يعني يسفني جدا انه لا املك جواب على ذلك، لان عام 73 انا كنت خارج العراق وفي كنت سفير في السويد، وبالواقع انا كنت اقدم الى العراق مره او مرتين فقط بحكم يعني كوني سفير استدعى لحضور مؤتمر او للتشاور حول قضيه ذات علاقه بال يعني بمهمتي كسفير في. لم يخبرك احد باي معلومات؟ سمعت كثير من هذه الروايات وسمعت تفسيرات كثيرة، وأغلب التفسيرات كانت آنذاك تقول بأنها من صنع النظام ومن صنع صدام حسين تحديدا، وأنا أميل لهذا التفسير حقيقة، لكن ليس لدي أي معلومات عن كيفية تنظيمها أو خلفها أو من نظمها أو أهدافها ومن هم الأشخاص اللي كانوا ينفذوا العملية هاي. أنا كنت خارج العراق. محمود العلي من رومانيا يقول لك: ما هو مصير الدكتور عزت مصطفى الذي كان عضو مجلس قيادة الثورة؟ والله حسب علمي أن الدكتور عزت مصطفى لا زال حي وهو موجود في بغداد، وطبعا الرجل تقدم في السن وعلى ما أعتقد هو معتكف في بيته منذ سنوات، حيث طلب من عنده أن يترأس إحدى المحاكم غير القانونية ورفض رفض بات، ومن ذلك الوقت غضب عليه وأخرج من القيادة ومن الوزارة واعتكف في منزل. أزاد من ألمانيا. أزاد. السلام عليكم أخ أحمد. عليكم السلام يا سيدي. عندي مداخلة بسيطة وسؤال. المداخلة ذكر الأخ في أحد حلقاته أن عدد شهداء مدينة تكريت أكثر من بقية مدن العراقية، أتحدى واستحلف بالله إن كان عدد شهداء تكريت بقدر منطقة من مناطق كركوك أو أي منطقة من بغداد أو الجنوب. والسؤال الثاني بلا زحمة، عندما كان مسؤولا عن نقابات العمال فصل آلاف العمال في شركة نفط الشمال في مدينة كركوك، أريد منه استفسار لماذا حدث ذلك والتطهير العرقي في بداية حزب البعث، وشكرا. شكرا لك. سؤاله حول تكريت جاءني عليه كثير من المشاهدين، بس أحب أوضح مدينة تكريت مدينة صغيرة عدد نفوسها بضعة آلاف، وقتل من عندها يعني عدد معروف بالمدينة. أنا بالواقع أعتبر أن عدد القتلى من هذه المدينة نسبيا بالنسبة لعدد نفوسها سوف لن يقل كثيرا، بل ربما يفوق كثيرا عدد ما فقدته المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية الأكبر. يعني عندما تأخذ كركوك كمثال وهي فيها من النفوس ما يقرب من نصف مليون، وتقارنها بمدينة تكريت التي لا يزيد عدد نفوسها حوالي 100,000، ربما تجد أن عدد القتلى نسبة عدد القتلى في هذه المدينة لا يقل عن نسبة القتلى في مدينة كركوك. ومع ذلك أنا غير متشبث بالرقم ولا بالنسبة ولا بالعدد، لكن ما يهمني فقط أن أوضح بأن تكريت كانت لها حصة أيضا من النظام
وقدمت كثير من الضحايا. لكنك ربما بالغت في هذا. ربما أنا لا في هذا ربما يكون هذا أنا ما معتمد على أرقام حقيقية، لكن أقول أنه تكريت أيضا كانت إحدى ضحايا النظام كما باقي المدن العراقية، لا هي أفضل ولا هي أسوأ. في مشاهد يقدم لي أنا نصيحة، يقول لي بناء على مشاهدته للحلقات مع دكتور محمد عز الدين من أمستردام من هولندا، باحث في العلوم السياسية، ينصحني بأن أعمل محقق في قوات الأمن بدلا من هذا العمل، وربما يكون هذا مجديا لي أيضا وأنفع، ولا رأي حضرتك إيه؟ والله أنا أحاول أضم صوتي إلى صوت يعني أجهزة الأمن المستبدة كثيرة، ربما أجد فيها فرصة تكون أفضل من هذا العمل. مع الأستاذ أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أستاذ أحمد مرحبا بك. مساء الخير. كيف حالك؟ مساك الله بالخير يا سيدي. نسمعك مليح يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني حاولت أنا قدر المستطاع أن أتابع مقابلات السيد صلاح الهامة عبر برنامجكم، ولكن شكراً سيدي. أعترف بأني لم أشاهد كل الحلقات فأرجو المعذرة سلفا. يعني لقد فهمت بالمجمل العام للمقابلات بأن الأستاذ صلاح كان في موقع القرار والقيادة أو قريب منه تماما منذ وصول البعث إلى السلطة في العراق عام 68 أو حتى بعد مغادرته كسفير في الخارج. أولا أشكر شجاعة الأستاذ صلاح وإن كانت متأخرة لتوضيحه قضية هامة كانت موضوع جدال وتضليل في الساحة العربية والإسلامية، حين أشار بوضوح بأن الرئيس صدام هو الذي افتعل وباشر الحرب لمدة 8 سنوات ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي سببت المآسي والدمار والخسائر الكبيرة، وكان بمحصلتها إضعاف البلدين خدمة لأمريكا وأعوانها، وأوصلت العراق والمنطقة لما نراه حاليا. ثانيا المهم عندي الآن وآمل من الأستاذ صلاح أن يسلط الضوء على قضية تاريخية لها علاقة بما يدور حاليا على الساحة الفلسطينية وهي في منتهى الخطورة، وأتساءل هل تجاوز الأستاذ صلاح من قبيل النسيان العنوان المؤامرة على المقاومة الفلسطينية في الأردن في أيلول عام 1970 ودور القيادة العراقية الذي كان يشغل رئيس صدام مركز هام فيها أنذاك، وهذه المؤامرة التي أوصلتنا من هدف كان تحرير كل فلسطين إلى القبول بالفتات ورفع العلم الإسرائيلي فوق جميع العواصم العربية. الموضوع يا أخي صلاح، وأنت تعرف بأن كان للعراق في الأردن قوات عسكرية بحدود فرقتين ومنتشرة في الزرقاء والمفرق وقريبا من الرطبة، هذا بعد عام 1967 الهزيمة. يعني نحن لا أيضا لا يمكن أن ننسى ما قدمته القوات العراقية التي تواجدت هناك للمقاومة الفلسطينية من دعم وحماية من بطش النظام في الأردن خلال سنوات حتى أيلول 70، وهذا الأمر مكن المقاومة من إداء نضالي عالي وجهادي حالة دون بناء أي مستوطنة صهيونية في الضفة الغربية والقطاع أو تهويد القدس حتى أيلول عام 1970. قبل هذه المؤامرة في أيلول 70 بـ10 أيام استدعينا على عجل إلى بغداد يا أخ صلاح، وتم اللقاء مع الرئيس أحمد حسن البكر، واستمر اللقاء ساعات. ملخصه قال الرئيس البكر بأن هنالك مؤامرة كبيرة عليكم سيقوم بها الملك حسين بغطاء مصري لرفضكم مشروع روجرز. سألته ما هو موقفكم يا سيادة الرئيس،
قال نحن معكم ولن نسمح للملك حسين بأن يتعرض لكم، وقال لقد أعطينا التعليمات للقيادة العسكرية العراقية في الأردن للتنسيق معكم بكل شيء، وكذلك أرسلنا لكم الشاحنات حاملة السلاح والعتاد. لكن الذي حصل غير ذلك تماما، الجيش العراقي المتواجد في الأردن وقف متفرجا على المؤامرة والمعارك والمجازر مدة 19 يوم، بل قام بتسهيلات لوجستيكية للجيش الأردني، بل أيضا قام بمنع توغل الجيش السوري باتجاه جرش وعمان لنجدة المقاومة. ولمعرفتي بضيق وقت البرنامج أكتفي في ذلك، علما أن ما لدي من تفاصيل بهذا الشأن هو الكثير، وكنت وسط هذا الحدث. فهل يستطيع الأخ صلاح أن يتحدث بصراحة عن هذه المؤامرة؟ وهل يوافقني بأن موقف القيادة في العراق في أيلول 70 كانت الفاتورة الأولى التي قدمت لاسترضاء أمريكا والكيان الصهيوني لتثبيت هذه القيادة في السلطة؟ ولا أريد أن أتحدث عن الفواتير الأخرى فيما بعد، وشكرا سلفا لكم. شكرا لك يا سيدي، معلومات خطيرة للغاية. نعم. أنا تحدثت مع الأستاذ أحمد جبريل فيها، ربما فصل لي الكثير على الهاتف، ولذلك طلبت منه أن يوجز هذا الأمر، ولكن شيء خطير للغاية. نعم. أن حزب البعث هنا شارك في المؤامرة ضد الفلسطينيين في الأيلول عام 70، وكما قال، لكن الخطورة الأكبر أن هذه كانت الفاتورة الأولى التي تقدم للصهيونية. نعم. وللولايات المتحدة لتثبيت نظام البعث. ما ردك؟ أنا طبعا لدي ملاحظتين حول ما ذكره المناضل أحمد جبريل. أولى الملاحظتين أن اعترافاتي أو معلومات التي أدلجت بها حول موضوع إيران لم تكن متأخرة إطلاقا، فقد ذكرتها في غير مرة وبمناسبات عديدة. لكن يبدو أن الأخ أحمد جبريل بحكم متى ذكرتها للمرة؟ ذكرتها عبر السنوات العشر الماضية بعدة مرات. أول مرة متى؟ كتبت يعني ذكرتها في التلفزيونات وذكرتها في الصحافة وأعطيت تصريحات كثيرة في هذا الشأن. طيب. ولكن يبدو أن ظروف الأخ أحمد وربما كثير من ربما لأن الجزيرة أكثر من غيرها وصولا. طبعاً لا شك بأنه الفضائيات الآن تلعب دور مباشر وواسع جداً، وخاصة الجزيرة. الملاحظة الثانية، الحديث اللي أدلى به الأخ أحمد حول ما حصل في أيلول عام 70، أنا أحب أذكر الأخ أحمد بأنني كنت مبعداً في القاهرة من قبل نفس القيادة التي تحدث عنها الأخ أحمد. وعندما اشتعلت الأزمة بين النظام في الأردن والمقاومة الفلسطينية، تركت القاهرة متوجهاً إلى بيروت بغرض الالتحاق في المقاومة الفلسطينية، ولكن لسوء حظي أنا ما أن وصلت بيروت إلا وقد انتهت المسألة بهزيمة الإخوة الفلسطينيين وتوقف كل شيء، وتمت سيطرة النظام في الأردن على الأوضاع، وبقيت في بيروت لغاية عام نهاية 72 في بيروت. بعدها سمح لي بالعودة إلى العراق. والحقيقة دائما حينما نسألك عن شيء لا ما ما كبير تكون في ما السويد أو في أمريكا هذا هو الواقع القاهرة هذا هو الواقع هذا هو الواقع حتى الأشياء التي شاركت فيها أستاذ أحمد. أنا كل المدة قضيت سنتين بينما النظام سنتين مليانين جرائم بينما النظام يا سيدي مليانين جرائم 35 سنة. أنا هؤلاء هذين السنتين أعدم عشرات الناس وقيمة يعني عشرات المحاكمات. طيب أنا أحاول أزور عليك الحقيقة، أنا كنت مبعد في القاهرة، وهذا ما هو معروف لدى كل العراقيين، مبعد في القاهرة من قبل صدام حسين وأحمد حسين بكر. في سؤال في لفتة إنسانية لن أفوته، دكتور أزهر محمد يسأل عن أخيك دكتور مصباح العلي الذي كان زميلا له وافتقده منذ سنوات طويلة ولا يعرف معلومات عنه. والله طبعا هذا أحد أشقائي، وهو كان أستاذ في كلية الهندسة، وطبعا بسببي أنا طرد من الوظيفة منذ عام 91،
وهو خارج الوظيفة لغاية الآن وما زال حي والحمد لله، وهناك مساعي من أجل عودته إلى يعني ممارسة دوره كأستاذ في الجامعة. أكثر من مشاهد ذكروا لي أنك في منتصف الثمانينات يعني بعدما تركت النظام أو خرجت من السلطة أو استقلت أحال صدام حسين بالأمر المباشر عليك وأنت تقيم في لندن عقود نقل وتخزين البضائع المتوجهة للعراق من إنجلترا رغم أنه لم تكن لديكم شركة قائمة أو من اختصاصكم. أولا هذا السؤال ليس له علاقة بالبرنامج، هذا سؤال يعني يقع في مرحلة لم أمارس فيها العمل السياسي، ومن حقي أن أمارس أي عمل من شأنه أن يمنحني فرصة العيش أنا وأطفالي. أنا كان عندي شركة نقل، شركة شحن معروفة وموجودة ومسجلة في الدوائر الرسمية البريطانية، وأنا آنذاك لم أمارس العمل السياسي. فحالي حال أي إنسان، ويجب أن يفهم الأخ السائل والآخرين أن هناك مئات الآلاف من العراقيين في الخارج والداخل كانوا يتاجرون ويعملون مع بلدهم اسم العراق، فإذا كان محللا عن الآخرين لماذا يكون محرما علي أن أعمل؟ وكنت أرتضي أن أعمل بأوطأ وأدنى مستويات العمل فقط من أجل أن أوفر لقمة العيش لعائلتي. هل تسلمت مليون دولار من الكويت لإصدار الجريدة التي كنت تصدرها من لندن؟ والله بإمكان الإخوة في الكويت أن يجاوبوا على هذا السؤال، أنا حقا أستغرب لمثل هذا السؤال. لا تستغرب لأن المعارضة العراقية كلها في الخارج، يعني أتمنى الأرقام كانت أتمنى لو أن تعلن حول الأموال التي كانت يحصل عليها الجميع. كثير من المشاهدين يسألونني عن كيفية الحصول على الحلقات، وفي أعقاب كل برنامج هذا البرنامج وفي أعقاب شاهد على العصر تظهر اسم شركة صباح للإعلام في بيروت بأرقام هواتفها والإيميل الخاص بها لكل من يريد هذه الحلقات أو الحلقات السابقة لأي شهود عصر آخرين. وأعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود من العاصمة العراقية بغداد مع الأستاذ صلاح عمر العلي عضو مجلس قيادة الثورة وعضو القيادة القطرية الأسبق في حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق لنتابع ردود الفعل حول شهادته على العصر. سعد المزني من السويد، تفضل يا سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي أحمد منصور، وشكرا جزيلا على برنامجك هذا اللي أوفرنا به كثير من الأشياء والمعلومات. بس أحب أن أوضح شيء لك ولضيفك العزيز. المعارضة العراقي برا كانوا يعاملون أهله، هذا قانون ماشي في العراق، باضطهاد كامل. مزاحم عمر العلي عد أدوات احتياطية في حي العامل، أخوه وليد عمر العلي اللي يثير الدهشة إليه اللي كان في المخابرات العراقية في التسعينات، راقبتهم واني من المعارضة العراقية، راقبتهم الجلسات الطويلة بيت الأستاذ صلاح عمر العلي في اليرموك لم تصادر الدولة نهائيا. بالنسبة لوليد عمر العلي جلسات المخابرات حاولت أن أخترقها ما قدرت لأسباب أمنية كثيرة، وأنا من المعارضة العراقية اللي أقدر أقوله للأستاذ الدكتور صلاح عمر العلي، سنة 83 كنت أكتب شعارات في الفاو كنت فيها عسكري على صدام حسين، يسقط صدام بادئ الحرب السخيفة وما سوتها من إعلانات وضجات في ذلك الوقت. ما علاقة أخوه وليد عمر العلي وما علاقته هو في الخارج بالنظام السابق ومزاحم عمر العلي ايضا؟ هذا السؤال يتعلق طبعا. شكرا لك. شكرا. تفضل. اولا اتمنى ان يكون ما ادلى به الاخ السائل صحيحا حول امتلاكي للبيت في اليرموك. اتمنى ان يكون عندي بيت في اليرموك. اليرموك ليس لديك بيت في بغداد؟ حي في بغداد من الدرجه الاولى، واكد للاخ السامع او المشاهد أني لا أملك بيتا في هذه المنطقة إطلاقا. بلاش اليرموك لديك؟ بنيت بيتا ولم أسكن به يوما واحدا، وكان محتلا من قبل النظام، وكان يستخدم من قبل السكرتير الصحفي للنظام إلى اليوم الأخير من الحرب، واقتحمته القوات الأمريكية باعتباره أحد الدوائر السرية للنظام. هذا أول. استردت البيت؟ الآن أعمل على إصلاحه من جديد، يعني أمل خلال الأيام القادمة
هذا أولا. ثانيا لدي إخوة هم مزاحم عمر علي ضابط كبير في الجيش، اعتقل عام 91 وزج في السجن وتعرض إلى ما تعرض من العذاب، وما زال يعاني من حالة نفسية شديدة الوطء عليه نتيجة الاعتقال، ومن ذلك الحين لغاية الآن هو مطرود من الجيش، واضطر أن يجمع مبلغ صغير جدا للغاية لكي يفتح محلا صغيرا في منطقة شعبية بسيطة لبيع الدواليب السيارات وتصليح سيارات. كذلك أخي وشقيقي وليد عمر علي موظف وكالة الأنباء العراقية، وكان في التلفزيون والإذاعة لفترة طويلة، وكان مراسل لوكالة الأنباء العراقية في المغرب، وهو مطرود منذ عام 91 لغاية الآن، مطرود إلى الآن. فالحقيقة أنا أشكر السائل على أن يتيح لي، أتح لك الفرصة للتوضيح، يتحدث عن هذا الوضع. تعرف شخص اسمه عبد الهادي البجاري؟ معنى عبد الهادي البجاري؟ نعم. ما قصة إعدامه في العام 69؟ ابنه أرسل لي رسالة يقول أن أبي أعدم مظلوما في العام 69، وكانت تهمته على أنه جاسوس لمصالح إسرائيلية، ويعني الرجل يريد أن يعني أن تكون صورة أبيه، يعني لأن عار أن تشعر العائلة بأن واحد يتم اعتقاله وإعدامه ظلما على أنه جاسوس يسبب عار للعائلة. الرجل يقول أبي لم يكن كذلك. ما ردك؟ من حق الرجل يقول هو أعدم بتهمة جاسوس، وهو محامي كان معروف حقيقة في بغداد ومن عائلة معروفة أيضا، وأعدم بهذه التهمة. أنا لا أملك الآن وثائق ولا عندي. كنت جزء من النظام؟ نعم كنت جزء من النظام. نعم أنا لست. تعرف طيار اسمه ماجد طارق الجميلي؟ نعم. تعرف طيار اسمه ماجد طارق الجميلي؟ طيار؟ لا والله ما أذكر هذا. كابتن طيار اسمه طارق الجميلي اعتقل من النظام في 20 يناير 1970، وعاد في اليوم التالي جثة هامدة إلى أهله، وكان طيارا في قاعدة الحبانية. ابنه ماجد طارق الجميلي هو بروفيسور الآن في بريطانيا. نعم. وأيضا يعني أنا الحقيقة طوال الأيام الماضية كل واحد بيقابلني في الشارع بيحكي لي قصة عجيبة، حتى أني أشعر أن 35 عاما الماضية مليئة بالأساطير. لا شك فيها. حول ما ارتكب في حق الناس. لا شك في هذا، وأكثر بكثير مما سمعت وتتخيل. هذا صحيح، لم أسمع بهذه الرواية عن المرحوم طارق الجميلي، وليس لدي أي معلومات عنها. السيد هاشم من الكويت، باختصار شديد لم يعد لدي وقت كثير، تفضل بسؤالك مباشرة يا سيد. طبعا السلام عليكم. أنا آسف، أنا أريد أخذ مئات الناس الحقيقة، ولكن ماذا أفعل؟ الأخ أحمد، الأخ اللي وياك الأستاذ صلاح، الأخ صلاح أخي العزيز، أنتوا طبعا البعثين لما إجوا بالحكم بال 68 إجوا شكوا عراقي تاجر غني يساعد الناس يساعد الفقراء، أخذوه بتهمة عميل للاستعمار أو عميل الأمريكا، في حين هم أمريكان وبريطانيين ما لنا شغل هذا. لكن هل هسه من المعقول انت ترضى ام ما ترضى انه هذول البعثيين اللي اعدموا الناس من سنه 68 لحد هاي لحد قبل 4 اشهر ما يخالف، هل تقبل بهذا مجلس الحكم اللي عين هسه من قبل المواطنين من قبل امريكا ما لي علاقه بعد، لو فرضا شكلوا محاكم هل تقبل يحاكمون البعثيين اللي يعني هم سبب الاجرام او سبب اعدام العراقيين المستضعفين مثل ما يقول، اللي حوالي الرقم 9 ملايين عراقي معدوم، مو تقول لك مليون مليونين هاي الاذاعات والمحطات، يعني الرقم بحاجه عراقي الرقم بس معدومين والاوراق موجوده يعني يا استاذ يا سيد، الرقم بحاجه الى التوثيق وبالكويت يعني قتل نفس واحده جريمه كبيره، ولكن الرقم بحاجه الى توثيق. اشكرك اشكرك. ظافر الحداد، اغتيل ابوك كما ذكرت لي في رساله، انت معي الان على التليفون ظافر الحداد؟ ايوه يا اعدم ابوك ايضا باختصار شديد يا ظافر. ايوه معك. ايوه السلام عليكم. تفضل بسرعه شديده قل ما عندك. عليكم السلام. نعم، تحية لك ولضيفك الكريم. تعقيب على الملاحظة اللي قالها أستاذ صلاح عمر علي بأنه الذين أعدموا بين عامين 68 و70 هم من الجواسيس، وذكر مؤامرة الفريق عبد الغني الراوي قال أنها أخطر مؤامرة حيكت ضد الحزب، وهي مؤامرة نسقت مع المخابرات العراقية.
واعتقد استاذ صلاح عمر علي ذكر الوالد جيدا الأمريكية حداد كان محافظ كربلاء والنجف، وهو رجل ذكرت وسائل الاعلام عند اعدامه في ضمن وجبه عبد الغني الراوي بانه قدم استقاله استفزازيه، وهذا يثبت بانه اكثر عمليات الاعدام اللي قام بها النظام هي عباره عن عمليات ثائريه نتيجه مواقف اشخاص معينين وطنيين او قوميين، لكنه السبب الرئيسي في قتلهم او اعدامهم هو عمليه تصفيه جسديه استباقيه للتخلص من اي عنصر قد يكون لهم مركز قوه يؤثر على حركة مسار الدوله اللي يتيح سيطرتهم. وهذا طبعا يقول شكرا لك. تفضل استاذ صلاح. لم يعد لدي وقت يا استاذ صابر، انا اسف. لو سمحت لي اخ ظافر باختصار، يبدو انك لم تطلع على مذكرات السيد غني الراوي التي نشرت قبل ايام في جريده الحياه. هو المشكله ايه التي اعترف فيها بانه كان مع عبد الغني الراوي ولم يكن لهم علاقه بالموضوع؟ خلاص عبد الغني الراوي عامل لم كل المعارضين وزعموا. لا لا استاذ احمد ارجوك، هذا ما يحدث في ارجوك. انا لا اعرف بالضبط وتحديدا ما هي الاسماء اللي ذكرها السيد عبد الغني الراوي في المذكرات، ولكنه ذكر المزيد من الاسماء التي اعدمت واعترف بانه كانوا يتآمرون مع شاه ايران ومع السافاك ومع السي اي اي. يصرخ علي لكن هو عبد الغني الراوي اعترف، ولكن باقي الناس ممكن يكون ناس كثيرين اخذوا ظلما وعدوانا في مثل هذه الاشياء. دكتور طارق المتولي مستشار اقتصادي وقانوني، ربما صحيح ومحامي، رفع لي مرافعه من 5 صفحات. نعم. ربما بحاجه الى حلقه وكثير من المشاهدين. بقي دقيقة واحدة، كيف تنظر إلى فيها إلى مستقبل العراق؟ أنا دائما متفائل، أنظر للمستقبل بأمل كبير جدا، وأنا واثق كل الثقة أن هذا الشعب الذي يختزن من الطاقات الفكرية والإبداعية والإمكانيات النضالية قادر على أن يتجاوز كل المحن وأن يقف على رجليه من جديد، وأن تتحقق مقولة طائر الفينيق في هذا البلد وسينهض من تحت الرماد لكي يعيد بناء البلد من جديد. وأنا مليء الثقة بأن العراقيين سيجعلون بلدهم أمثلة يحتذى بها في بين دول المنطقة. أشكرك على شجاعتك، على تحملك لي، تحملك لي تستحق به جائزة بغض النظر عن أي شيء آخر. شجاعتك أيضا في الإجابة على أسئلتي بغض النظر، الحكم الآخر متروك للمشاهدين وللتاريخ على ما أدليت به. شكرا جزيلا. سأطالك بالجائزة. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الختام أقول لكم تحياتي فريقي البرنامج من بغداد والدوحة، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من العاصمة العراقية بغداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.